وصل كل فيديو. هاي هل أدخل أم ماذا؟ نريد الإعلان عن نتائج تصويت Out of the Day. انتظري قليلاً يا رويال بيل حين الانتهاء من التصوير. حسناً، سوف أذهب وأتعرف عليهم. مرحباً بكم، أنا اسمي رويال بي. مرحبا، سعدنا بلقائك. وأنا كذلك. مرحبا بك، أنا اسمي داون تاون. سعدت بلقائك يا داون تاون، أنا اسمي رويال بي. ها أنت تحملين مايكروفون؟ نعم، سوف أقدم برنامج Outfit of the Day. هناك تصويت بين أزياء الشتاء وأزياء الصيف. واو داون تاون، دعينا نحضر. بالطبع يا عزيزتي سوف نحضر. متى سوف تبدأين؟ سوف أبدأ حالا عندما تنتهي من التصوير. حسنا لقد انتهينا. هيا يا عزائي لنجلس. مرحبا بكم، أنا اسمي رويال بي. اليوم سوف أقدم لكم برنامج التصويت Outfit of the Day الذي أجريناه في منتدى القناة. انتظري قليلا يا رويال بي، أين الديكور وأين المتسابقتين؟ ها؟ نعم انتظري قليلا. هيا لؤل، هيا جهزوا المكان، نريد أن نبدأ. قد عدنا إليكم. اليوم سوف نعلن نتائج التصويت بين المتسابقتين روزي بأزياء الصيف وجامس بأزياء الشتاء. والنتائج كانت عبارة عن، ونتائج التصويت التي كانت على منتدى القناة كانت لصالح. كم أنا خائفة، وأنا كذلك، يا ترى من منا سوف تفوز؟ كانت لصالح جامس. ها قالت جامس، لقد فاز. نعم لقد فازت جامس بنسبة كبيرة. انظر إلى الشاشة هنا، النسبة كانت 90% لجامس و 10% لروزي. مبروك عليك يا جامس، لقد حصلت على الجائزة الكبرى وهي ألو أر سبرايز فاشن كراش. حسنا سنعود إليكم بعد الفاصل لفتح كرات ألو أر سبرايز فاشن كراش. انتظرونا. مبروك عليك يا عزيزتي هذه الكرات، أتمنى أن تحصلين على شيء جميل. حتى أوفر لك يا روزي في المرات القادمة. مبروك عليك يا جامس حصولك على الجائزة. شكرا لك يا روزي. شكرا لكم يا ألو أل لأنكم دعمتموني. لا شكر على واجب يا روزي، لا بأس يا عزيزتي إن لم تفزي. أعلم هذا، أعلم أنها مجرد مسابقة. هاي ألو أل، عودوا إلى أماكنكم سوف نبدأ. ها قد عدنا لكم يا متابعين الأعزاء، معنا الرابحة جامس. مبروك يا جامس بربحك الجائزة الكبرى. أنا سعيدة جدا بربح الجائزة الكبرى. أشكر جميع المتابعين الذين صوتوا لأزياء الشتاء، ونحن أيضا نشكر جميع المتابعين الذين صوتوا لهذه المسابقة. أعلم أن فاشن كراش تضم 4 مجموعات، مجموعة الفساتين والثياب الرياضية والمايوهات والبيجامات. أي من هذه المجموعات يا جامس تتمنين الحصول عليها؟ أنا أتمنى مجموعة البيجامات لأني لا أملك بيجامة للنوم. أتمنى يا جامس أن تحصلين على البيجامة. حسناً يا متابعين، حان وقت فتح كرات الألو أل سبرايز فاشن كراش. هيا هيا يا جامس لنرى إن حصلت على بيجامات. أولاً لنرى القائمة ونرى مجموعة البيجامات. ها هي البيجامات التي تتمناها جامس. حسناً دعونا نرى. هيا يا جامس لنرى. نرى على ماذا حصلتي. ها على ماذا حصلت؟
هنا حصلت على مايوه سباحة، هو المايو. وهنا حصلت على ثياب رياضية، ها هي. وهنا حصلت على فستان، ها هو الفستان الأحمر. حصلت على ثياب رياضية، ها هي أول مرة نحصل عليها، ها هي. ها حصلت على أشياء جميلة لكن لم أحصل على بيجامات. نعم يا جيمس، لم تحصلي على بيجامات لكن حصلتي على أشياء جميلة. حسنا يا عزيزتي، هيا لنبدأ عرض الأزياء. جميعها كانت أزياء رائعة وجميلة، مبروك عليك يا جيمس. وها قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو ألسبرايز.